والمستدامة. يرجع 2012 والقاضي إنشاء الأعمال والاستثمارات التحرك من خلالها بحرية المخصص لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأعلنت منذ ذلك الحين عن استعدادها الجزائر par rapport aux accords qui ont été signés depuis les années qui sont mentionnés dans l'accord ZLECA. أصبح التصدير أمرا ضروريا لتدعيم نسيجنا الصناعي، ويعد التحكم في تكنولوجيات الإنتاج رميزة تنافسية رئيسية لغزو السوق الإفريقية بشكل فعال. ذلك يجب علينا أن نفكر بعمق في الآفاق الاجتماعية والاقتصادية للجزائر في إطار تنفيذ هذا الاتفاقية من أجل فهم أفضل لأدواتها وتأثيرها على تجارتنا الخارجية، إلى تحديد المحاور الاستراتيجية الرئيسية المتاحة أمام الجزائر في سياق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. هنا يجب علينا تقييم التهديدات والفرص وعوامل النجاح الأساسية والمزايا النسبية التي تتمتع بها الجزائر، كما أنه من الضروري وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها على المدين القصير والمتوسط مع مراعاة لقطاع القوة نقاط القوة ونقاط الضعف لاقتصادنا الوطني.